يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أجد مشاكل في البيت. من طرف والدي يأمرني دائما أن أحلق اللحية، وعندما أرفض يقاطعني ولا يكلمني لمدة طويلة، وهو حتى اليوم غاضب علي. السؤال: هل أحلقها وأرضيه أم أتركها وأرضي الله؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب عن هذا واضح، كلكم يعرفه، أنه لا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وحلق اللحية معصية، لا يجوز لك أن تطيع فيها أحدا، لا الوالد ولا غيره. الوالد يقول الله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فلا تطيع أحدا في معصية الله، لا الوالد ولا غيره، ولو سخط ولو غضب. غضب الله أشد من غضب الوالد. فعليك بطاعة الله عز وجل ولو غضب والدك، لأنه ليس له حق في هذا، هو المخطي، هو المخطي وأنت مصيب. وما دام هو المخطي فإن غضبه لا يضرك بإذن الله، واسأل الله له الهداية، اسأل الله إن الله يهديه، ووضح له أن هذا أن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن حلق اللحية محرم وهو من عوائد الكفار وهو معصية لله ولرسوله. وضح له هذا، واقرأ عليه الأحاديث، واقرأ عليه كلام أهل العلم، لعل الله أن يهديه.